البيت اللي قدامنا على طول بيسلمني على شكلي. ما تكلمش عني انا يعني ادب. بلاش انا. بلاش انا. والفيلم اتعرف. دفاع مستميت على الواد بتاع الاخوان لازم زاد عبد الحميد. مستميت وشتيمه فيه. وبقينا في مشتم. محمد فاروق اتشتم. وكمون اتشتم. ودمياط اتشتم. واي حد بيتكلم يتشتم ليه؟ ايه المشتمه اللي شغاله 24 ساعه دي؟ اي حد يختلف اقول كلمه حق اشتموه. ليه؟ ده نادي المبادئ وكان بجد مش هزار، نادي المبادئ والقيم. صالح سليم الله يرحمه. الوقت قبل كده زينب هاني زوجته الفاضله انا محمد عبد الحميد. بتحكي لي بلاوي. اخلع القناع بقى. اخلع القناع. وكان اقرب واحد بيجي صالح سليم محمود طلحه. باسمك. وكل الاقاويل بتاعتي كلها اونطف 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 بس مش مشكلتي. انما صفحات في النادي الاهلي وعيال اهلي كله بلاد وبنات اللي انا على طول اقعد اتفرج عليك دي شغلتي. انت المحرر بتاعك. يقول لك الحراق حراق اول بسم الله الرحمن الرحيم خد 14 قاف ده بسم الله اتحرق وبعد كده ورحمه امه يتحبس عشان يدوق الحرقان هناك حاجه تهدي يعني. فاديك شفتهم احنا مقدمين طلبات واحنا استجابوا النادي الاهلي واحنا ما سيبناش خلاص وجهه نظر ما بنتكلمش يبقى احنا مش قاعدين على حاجه زي ما الكلب اللي بيقول الاربعه. والقصه يا جماعه تاني الاول كان فين عايز يعمل فتنه بين جماهير الاهلي والزمالك. انا طنشت لان انا راجل سياسي وعارف. دلوقتي الفتنه بين جماهير الاهلي وده جزء كبير من شعب مصر ودوله مصريه. ده اللي بيعمله دلوقتي. التسخين ده ضدكم، الحكام ضدكم، الدوله ضدكم. ده الكلب بقى بعد الكلب الثاني اللي اسمه محمد علي وبينهم السفله اللي اسمها ناريمان. انت مش هربانه في كندا؟ المحامي الكندي استلم التوكيلات مني امبارح.